يعرفوه. ثلاث سيتم التوقيع عليها. المسار الأوسط والمسار الشمال. نحن نبدأ بالمسار دارفور ويوقع عن الحركة العدل والمساواة السودانية الدكتور جبريل إبراهيم رئيس الحركة، وأن الحركة تحرير جيش تحرير السودان، وأن أنه الرئيس والقائد مني أروي مناوي، وأن حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي رئيسه دكتور الهادي إدريس، وأن التحالف السوداني رئيسه القائد خميس عبدالله أبكر، وأن تجمع قوة تحرير السودان الذي يرعسه الطائر أجر، وفي هذه اللحظات يوقع نيابة عنه عبد الله يحيى احمد. ومن جانب الحكومه السودانيه سيوقع البروتوكول فريق اول محمد امدان دغلو موسى النائب الاول لرئيس مجلس السيادي، وسيشهد هذا العمل الكبير والانجاز العظيم اساده فريق اول سلفا كير مجاديد رئيس جمهوريه جنوب السودان، ويوقع نيابه عن جنوب السودان. قيادات حركة دارفور الآن على المنصة للتوقيع على هذا البروتوكول فيما يوقع عن الحكومة الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة ورئيس الوفد الحكومي، ويوقع عن دولة جنوب السودان الرئيس سيلفا. نحن نوقع هذا الصباح اتفاق سلام دارفور، وهي 8 بروتوكولات. النسخة بتاع الوساطة يمشي للرئيس فوق عشان هو يمشي يوقع هناك. العملية ده عملية طويلة شوية، ما دايرين نجيب الرئيس ونرجعه، فأنا عايز أولادنا في سكرتاريات يتأكد إنه الرئيس يوقع في مكان هو قاعد فوقه. نحن عايزين نبدأ التوقيع. هذا فريق أول أمدان دوكلو، ممكن أنت تبدأ التوقيع والأخوان يوقعوا، وفي هذه اللحظات أطلب من الأخت فنانة وهي بيت جنوب السودان التي يتغنى عن السودانيين، السودان الشمالي والسودان الجنوبي، أبو أيول لكي يتقدم عشان ما إنه يعطر بعض الأغنيات الوطنية السودانية، ونحن في حفلة توقيع. أبوك أقوات 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 أيول، أدينا أغنى وطنية سودانية. بنقول الشعب السوداني. أيها السيدات والسادة، ما زلنا معكم نتابع عمليات التوقيع على الشعب السوداني في شمال السودان في جنوب السودان. يوقع على الحكومة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وعن حركات دارفور الخمس قادة هذه الحركات دكتور جبريل إبراهيم عن حركة العدل والمساواة. و We'll be right back.
كبير المفاوضين من جانب السوداني وهنالك كبار المفاوضين الاخ احمد توكل من جانب الحركه الاخ مساواه الاخ مبشر ابو نمو من حركه تحرير السودان والاخ نمر عبد الرحمن من حركه تحرير السودان من مجلس الانتقالي وكثير من رفاقهم وزملائهم الاخ مبارك بخيت من حركه من تعطي الأغاني الوطنية لأهل السودان. تم التوقيع على بروتوكول بدافور
على هذا المسار، مسار دارفور، والذي يمثل أهم هذه المسارات لمعاناة أهل دارفور عبر الحقب المختلفة من صراعات ونزاعات، وأيضا من خلال انتشار حالات كثيرة تسوء أهل دارفور. عشان ما إنه يحيي الجماهير وبعدك يمشي للأماكنهم، فإتو ممكن تقوموا عشان ما إنه تتبادلوا الاتفاق. القيادات التي وقعت على مسار دارفور الآن، الفريق أول محمد حمدان دقلوا يرفع رئيس تلك الوثيقة، الجمهورية وكذلك قادة حركات دارفور يرفعون هذه الوثائق الخاصة بمسار دارفور، ثم يتبادلون هذه الوثائق إذانا من أجل مبادلة البروتوكولات، التوقيع بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق الذي انطلقت مراحل التوقيع فيه بمسار دارفور، ومن ثم تأتي المسارات الأخرى وهي مسار الشمال والوسط. هي يوم سعيد، يوم الشكر للأبناء في سكرتاريا، الشباب الذين سهروا ليالي عشان ما إنه نحن نصل هذا اليوم، وهم كثر، وربما إنه يأتي يوم لتكريمهم في هذا القاع إن شاء الله باسم الوساطة وباسم الأخ تودك الواق منمي. أيها السيدات والسادة، ما زلنا معكم الآن من جوبا. الرئيس سيباكي نيار مبروك لدارفور والسودان يرفع عزيز العزادية نهاية الحرب، نهاية الحرب في دارفور. نحن نود الحرب تماما في دارفور، أول محمد حمدان نتيجة وقادة حركات دارفور، والآن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يرفع هذا البروتوكول الخاص بمسار دارفور، ومن ثم يتجه هذا إلى الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، أيضا يرفعون هذه الوثيقة الخاصة بمسار دارفور والتي من شأنها أن تخمد نيران الصراعات من جوبا. الرئيس مبروك مبروك لدارفور والسودان يرفع عزيز العزادية نهاية الحرب في دارفور. نحن نود الحرب تماما في دارفور، أول محمد حمدان نتيجة وقادة حركات دارفور، والآن البروتوكولات الركن عبد الفتاح البرهان يرفع هذا البروتوكول الخاص بمسار دارفور، ومن ثم يتجه هذا إلى الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، أيضا يرفعون هذه الوثيقة الخاصة بمسار دارفور والتي من شأنها أن تخمد نيران الصراعات القبلية، وأيضا تعزز الأمن والاستقرار، وتؤمن المواطن في ممتلكاته وأرواحه، ويعود اللاجئون والنازحون إلى مناطقهم الأصلية. هي فرحة عظيمة لأهل السودان في هذا اليوم، وهم يبدأون التوقيع بالأحرف الأولى على هذه البروتوكولات بمسار دارفور الذي يلوح به الآن رئيس مجلس السيادة ورئيس دولة جنوب السودان ورئيس الوزراء. نحن ماشيين للاتفاق ثاني، وهي اتفاقية المنطقتين بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال الجبهة السورية برئاسة القائد مالك أغار إيرا. الأخ مالك يتقدم للأمام، وأطلب من الأخ فريق أول محمد أمدان دقلو يمتي يبقى في مكانه عشان ما إنه يوقع نيابة عن الحكومة السودانية الانتقالية، وسيشهد لهذا البروتوكول الهام السادة فريق أول سلفا كير ميادين رئيس جمهورية جنوب السودان. أيها السيدات والسادة، ما زلنا معكم عبر الإذاعة والتلفزيون القومي من هنا من مدينة جوبا، قاعة الحرية، والتي تشهد في هذه نحن في هذه الأحزاب نريد انطلاقة التوقيع على البروتوكولات الخاصة باتفاقية السلام بالأحرف الأولى. إذن الآن يتم التوقيع على بروتوكول المنطقتين، حيث يوقع عن الحكومة الفريق أول محمد حمدان دقلو، ويوقع عن الحركة الشعبية القائد مالك عقار، وبجانبه قادة هذه الحركة الشعبية الجبهة الثورية بقيادة رئيسها مالك عقار، وياسر عرمان هو نائب الرئيس ورئيس الوفد التفاوضي لهذه الحركة. هو والي ثابت، وهو ضابط في جيش السودان، ضابط مكافح، هو زميل للكباشي
هم دفعة واحدة، وهذه الصداقات ساعد كثير جدا حقيقة لتوصل للاتفاقات. والزعيم كرشوم زعيم المسيرية في المنطقتين الذي كافأ وناضل من أجل الحقوق حاله في قرب كردفان. الأخي جرال أميتي ممكن تبدأ التوقيع عشان ما إنه نحن نوقع لهذا الاتفاق المهم جدا الذي تنهي الحرب في المنطقتين. الفريق أول محمد حمدان دقلو يوقع على مسار المنطقتين، ومن ثم يتم تبادل هذه الوثائق مع القائد مالك عقار الذي يوقع في هذه اللحظات. نحن نادينا الناظر ناظر الليمون هذا، لكن نحن ما شايفينه، والذي شهد حوارات جادة وشفافة من أجل الوصول إلى جذور القضايا وبالتالي معالجتها بصورتها. إذن مشاهدينا، كما تتابعون هذه توقيع اتفاقية السلام بين الحكومة السودانية وفصائل الجبهة الثورية السودانية. هذا الاتفاق يتم توقيعه في جوبا بحضور نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، وأيضا رئيس جنوب السودان سلفا كير، والمستشار الأمني والسياسي لرئيس جنوب السودان توت جاد الواق، إلى جانب أيضا رئيس المجلس السيادي السيد عبد الفتاح البرهان. كان هناك لقاء بالأمس جمع بين رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وأيضا رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير. تحدث بعدها السيد رئيس الوزراء السوداني عن أن هذا الاتفاق هو ضربة البداية وسيتم البناء عليها بكل تأكيد لتحقيق ما تبقى من التوصل لاتفاقيات السلام في السودان، وتحدث عن أنهم سيعملوا معا جميعا ومع فريق الوساطة أيضا وقيادة دولة جنوب السودان لتحقيق ما تبقى للوصول إلى هذا السلام في السودان. وأضاف أيضا أننا توصلنا لاتفاق مع أطراف عملية السلام، أمر يستحق الاحتفال والاحتفاء والمباركة كما تتابعون في هذه اللقطات الحية التي تعرض لحضراتكم يعني من جوبا تحديدا. للمزيد من المتابعة والنقاش في هذا الشأن ينضم إلينا عبر الهاتف السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية. سيادة السفير، في البداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. السؤال الأبرز، أهمية هذا الاتفاق في هذا التوقيت، يعني ماذا يحمل هذا الاتفاق في طياته من يعني نوع من أنواع العائد على الجانبين، سواء جنوب السودان أم حتى يعني السودان بأسره؟ الحقيقة يعني هذا يعني يعتبر من الأيام السعيدة جدا بالنسبة للسودان. واضح جدا أن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تؤمن تماما بأنه لكي يستقر السودان لابد من إقامة اتفاق سلام مع كل الأطراف السودانية في جميع السودان، وأنها تنوي إيقاف عملية التهميش التي سادت أطراف السودان وتتجه إلى تقاسم السلطة والثروة مع كل أبناء السودان والمساواة بين جميع أبناء السودان. هذا اتجاه الحقيقة يعني الحقيقة يعني نحيي الحكومة السودانية الانتقالية، وهذا التوقيع يعتبر من الأيام السعيدة جدا بالنسبة للسودان ويجب فعلا الاحتفال به. وقف القتال معناه وقف سفك الدماء الأبرياء في أرحاء السودان، وأن هذه الحركات المتلعة تطالب بلا مطالب، وأن الحكومة تتفاهم هذه المطالب، وأنه من الآن هذه الأطراف أيضا تتفاهم أن لابد من إيقاف القتال لكي تستقر الأمور. طيب سعادة السفير، يعني أي اتفاق يتم إبرامه بين طرفين يجب أن يكون هناك ضمانات لبقاء هذا الاتفاق والاستمرار في هذا الاتفاق. ما هي الضمانات استمرار هذا الاتفاق والبقاء عليه وتنفيذ بنوده؟ الضمان اساسا يعني طبعا ممكن يكون في اطراف ضامنه، يعني مثلا زي مثلا رئيس جنوب السودان ممكن يكون من الاطراف الضامنه، انما الاهم عندي انا النيه الخالصه لكي يعمل الجميع من اجل السودان. هذا هو الضمان الحقيقي، ان يعلن الجميع ويطبق على الارض
ما يعلنه من أنه يوقف القتال وأنه لا مجال أبدا لاستخدام السلاح، وأن الحلول السلمية التفاهم وتبادل الأفكار والجلوس على مائدة تبادل الأفكار، ولا لا لا أقول مفاوضات ولكن تبادل الأفكار لكي نصل إلى اتفاق يشمل الجميع لصالح السودان. طيب سعادة السفير، يعني إذا كان وبحسب تصريحات السيد حمدوك بالأمس أن هذه المرحلة هي الأولى للسلام وسيتم البناء على هذه المرحلة، برأيك سعادة السفير في هذا التوقيت الخطوة المقبلة، يعني ما هي خطوات السودان المقبلة لبقاء هذا الاتفاق وتنفيذ أيضا بنوده بالطريقة الصحيحة؟ الحقيقة لابد أن نعلم أن منذ تولى رئيس الوزراء حمدوك والحكومة السودانية الانتقالية والمجلس السيادة أيضا والكل يعمل على الوصول لهذا الاتفاق الذي نراه اليوم. يعني هذا الاتفاق لم يكن يعني تم الترتيب له على فترة طويلة منذ تولي رئيس الوزراء حمدوك السلطة في السودان، وبالتالي فإنها الخطوة الأولى، ولذلك سيتم التوقيع بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق. وتوقيع بالأحرف الأولى يعني في هذه الحالة التي نحن مصرون بها أن اختبار للنوايا. يعني ممكن في الاتفاق، حقيقة لم أقرأ الاتفاق بعد، ولكن يكون وقت القتال على مراحل وعلى أجزاء. نعم، يعني سعادة السفير برأيك آلية تنفيذ وقف الاقتتال على مراحل كيف من الممكن أن تتم؟ يتم طبعا، في طبعا طرق كثيرة لحل هذا الموضوع. أن أولا الإعلان لدى جميع الجهات، من الحكومة من جانبها والأطراف السودانية الأخرى، الحلو والشمال وفيصل في أجزاء متفرقة، النيل الأزرق والأماكن اللي فيها الحركات المسلحة، تعلن أنها اتفقت مع الحكومة على وقف إطلاق النار، ثم أنه يتم جمع السلاح، ثم أنه يتم من جانب الحكومة إيجاد وظائف لهؤلاء الذين يحملون السلاح، إيجاد أعمال لهم، ثم منهم من ينضم إلى الجيش السوداني، ثم منهم من يكون من قوات الأمن، وهكذا ترتيبات عملية تدار إدارة بتوقيتات معينة بجدول معين، يحدث نوع من أنواع الإيمان والضمان بالاستقرار. نعم، سيادة السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت ضيفي عبر الهاتف، وأشكر حضرتك جزيل الشكر.